بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب بيان ليغي كومبخوندر. ولازلنا مع لستوار دي بوتي آن كي فولي علي دون لاليون. طبعا توقفنا عند هذه الفقرة بوغ علي دون لاليون. إيل سوفيغي دالي جيسكو سابان بونزي بيشون بيشون روغاردي لاليون شاك نوي لاليون سوغيي كوم بور لوي دير فيان بيشون فيان فيان. ثم Le petit âne n'y tint plus un soir. Alors, Rémi le ramenait à l'écurie. Le petit âne lui dit, Rémi, laisse-moi partir. Laisse-moi partir dans la lune. Hein? Quoi? Tu veux me quitter? Après 8 jours seulement? Tu n'es donc pas bien ici? Et then, le petit âne n'y tint plus. Un soir, alors, Rémi le ramenait à l'écurie. Le petit âne lui dit, Rémi, laisse-moi partir. Laisse-moi partir dans la lune. Hé, quoi? Tu veux me quitter? Après 8 jours seulement? Tu n'es donc pas bien ici? Le petit âne n'y tient plus. Tabanana est dans le verbe tenir. Le verbe tenir, yani fi'l amsaka. Tabanana est y, tataouad wahed l'makan. Ou wahed al-wad'a. Le petit âne n'y tient plus. Idan, l'himar sahir n'y tient plus. كما نقول أنه لم يعد يمسك فيه. المقصود هنا بأنه لم يعد يستطيع أن يمسك نفسه كما نقول في هذا الوضع، بمعنى آخر أن الحمار الصغير لم يعد يستطيع أن يمسك نفسه في هذه الحالة. Un soir, alors, Rémi le ramenait à l'écurie. إذن بعد ما الحمار الصغير لم يعد يستطيع الصبر. Un soir, في مساء ذات مساء. ألوغ عند الساعة، المقصود هنا عند وقت ما. وغيمي حيث غيمي في ديك الوقيتة اللي غيمي لو غامني أليكيغي عندما كان غيمي يعيده إلى الإسطبل. لو بوتي آن لويدي الحمار الصغير قال له غيمي ليس ما باغتيغ غيمي اتركني انطلق. طبعا عندنا هنا لو فيرب ليسي فعل ترك. ليسي باسي اترك المرور او اترك الاشياء تمر. ليسي باسي ريمي ليس ما بارتيغ ريمي اتركني انطلق اتركني اذهب. ليس ما بارتيغ دون لا ليون ليس ما بارتيغ دون لا ليون اتركني اذهب دون لاليون في القمر الى القمر. اذا طبعا غيمي هنا سيتفاجأ فيقول له هي يعني ماذا كما نقول كوا ماذا تي فو مو كيتي انت تريد مو كيتي تركي كيتي كيلكا يعني انك تترك شخصا كيتي اون بيرسون يعني انك تترك شخصا كيتي ليكول يعني انك تترك المدرسة. هي كوا ماذا تي ما كيتي انت تريد تركي اذن انت تريد ان تتخلى عني ابخي وي جوغ سولمون بعد 8 ايام فقط. انت لم تلبث معي الا 8 ايام تي ني دونك با بيسي انت لست اذن جيدا هنا انت لست اذن يعني بخير هنا أنت لم تجد راحتك هنا. Tu n'es donc pas bien ici. Tu n'es pas bien ici. أنت لست بخير هنا. Tu n'es donc pas. أنت إذن. كما نقول هنا donc. استنتاج لغيمي من كلام الحمار. إذا الحمار طبعا الصغير الذي قال هذا الكلام. إذا غيمي يستنتج منه هذا السؤال. أنت إذن لست بخير هنا؟ هي كوا؟ تي فو مو كيتي؟ تي فو مو كيتي؟ أبخي 8 jours سولمون؟ تي ني دونك با بيان إيسي؟ إذن لو بوتي آن ني تان بلو الحمار الصغير لم يعد يستطيع يمسك نفسه كما نقول لم يعد يستطيع الصبر. أن سوار ألوغ غيمي
le ramener à l'écurie, le petit lui dit, « Rémi, laisse-moi partir, laisse-moi partir dans la lune. »« Hé, quoi ? Tu veux me quitter ? Après 8 jours seulement, tu n'es donc pas bien ici ?» طبعا الحمار الصغير سينفي هذا الأمر فيقول Je suis très bien, أنا بخير, أنا جيد جيد هنا. Je suis très bien, je suis très bien soigné. أنا عولجت بشكل جيد. Je suis très bien soigné. أنا عولجت بشكل جيد. كملوا نقول هنا جيد جيد. Je suis très bien, soigné. أنا عولجت بشكل جيد جيد كملوا نقول. طبعا عندنا هنا لو فيرب سواني انك تعالج شخصا مثلا ثم مي جو فو الي دون لا لون ولكن رغم هذا مي ولكن جو فو انا اريد الي دون لا لون الذهاب في القمر جو سو تري بيان جو سو تري بيان سواني مي جو فو الي دون لا لون ريبيت بيشون سي ترو بوتي شي توا جي بيزوان دو فوياجي ليس ما بارتير دون لا لون Ah, puisque c'est ainsi, dit Rémi, je vais t'enfermer dans l'écurie. Tu ne pourras pas t'en aller. Cric-crac, de tour de clé. Et voilà la porte fermée. Je souhaiterais bien, je souhaiterais bien soigner. Je souhaiterais bien, ana bikhair. Je souhaiterais bien soigner, ana oulij du bichakli jayid. Mais je veux aller dans la lune. Walakin, ana oulij, dahab, fil qamar, il al qamar. ريبيت بيشون ريبيت بيشون يعيد بيشون أعاد بيشون المقصود هنا أن بيشون أعاد نفس الكلام الذي ذكره هنا طبعا لو فيرب ريبيتي يعني فعل أعاد كرر الفعل ريبيتي لا فراز أعيد الجملة أعيد الجملة كرر الجملة سي ترو بوتي شي توا إنه جد صغير عندك المكان صغير جدا عندك أحس بالضيق عندك سي ترو بوتي شي توا سي ترو بوتي شي توا جي بزوان دو فوياجي جي بزوان أنا عندي حاجة دو فوياجي لي السفر أنا أحتاج السفر ولكن هي تقال هنا أنا عندي حاجة لو بزوان إلى الحاجة جي بزوان أنا عندي حاجة دو فوياجي للسفر ليس ما بارتيغ دون لا لون اتركني أذهب في القمر اتركني أذهب في القمر ليس ما بارتيغ دون لا لون آه بويسكو سي أنسي دي غيمي آهين مادام أن الأمر كذلك إذا مادام هو كذلك دي غيمي يقول غيمي جو في تنفيرمي دون ليكوري انا ساغلقك انا ساسجنك دون ليكوري في الاستابل انفيرمي كيلكا يعني انك تسد على شخص كما نقول انك تغلق على شخص اذا جو في تنفيرمي أنا سأغلقك كما نقول ولكن المقصود هنا أنا سأسجنك سأغلق عليك الباب جو في تنفيرمي أنا سأغلق عليك الباب دون ليكوري في الإستابل في الإستابل تي نو بوغا با تون الي أنت لن تستطيع الذهاب إلى هذا المكان طبعا هنا عندنا لو فيرب صنالي صنالي يعني فعل كما نقول ذهب إلى مكان ما ذهب في اتجاه ما إذن تينو بوغا با تينو بوغا با طبعا عندنا هنا لو فيرب بوفوار كما تنشوفو مصرف في لو فيتور سامبل إذن أنت لن تستطيع تينو بوغا با أنت لن تستطيع طنالي أن تذهب في اتجاه معين إذن مادام أنك تريد السفر وأنت مصر على رأيك ولا تريد أن تسمعني إذن جو في تنفيرمي أنا سأغلق عليك
دون ليكوري في الاستابل. تي نو بورا با تورنالي، انت لن تستطيع ان تنطلق في اتجاه ما. كريك خاك كريك خاك دو تور دو كلي، دورتين بالمفتاح. لا كلي المفتاح. كريك كراك دو تور دورتين دو كلي للمفتاح. اذا جوج دورات بالمفتاح بالساروت. اي فوالا لا بورت فيرمي، اي فوالا لا بورت فيرمي، وها هو الباب مغلق. اي فوالا لا بورت فيرمي، وها هو الباب مغلق. اذا كما قلنا جو سوي تري بيان سواني مي جو فا لي دون لا لون. Répète à Bichon, c'est trop petit chez toi. C'est trop petit chez toi. J'ai besoin de voyager. Laisse-moi partir dans la lune. Ah, puisque c'est ainsi, dit Rémi, je vais t'enfermer dans l'écurie. Tu ne pourras pas t'en aller. Cric-crac, deux tours de clé. Et voilà la porte fermée. Mais Rémi avait oublié le trou dans le mur. Dès que Rémi fut parti, le petit âne poussa. Pousse si fort que le trou s'agrandit. Et hop, voilà mon bichon sur le chemin. Mais Rémi avait oublié le trou dans le mur. Dès que Rémi fut parti, le petit âne poussa si fort que le trou s'agrandit. Et hop, voilà mon bichon sur le chemin. Mais Rémi avait oublié le trou dans le mur. ولكن مي ولكن ريمي افي اوبلي ان ريمي انه ناسي من قبل. علاش؟ لان عندنا هنا لو بلوس كو بارفي. قبل ما توقع الحادثه اللي غنتكلموا عليها اللي هي خروج الحمار، ريمي افي اوبلي. اذا ريمي انه ناسي، هذا علاش استعملنا هنا لو فيرب اوبليي كما تنشوفو. استعملناه في لو بلوس كو بارفي. لو بلوس كو بارفي تتكلم على واحد الحدث اللي في الماضي، ولكن وقع قبل، من حدث اخر في الماضي، والحدث الاخر هو خروج الحمار. اذا الحدث الاول اللي في الماضي غنستعملوه في لو بلوس كو بارفي. كيفاش نحصلوا على لو بلوس كو بارفي؟ تنصرفوا لوكسيليير. مثلا عندنا افوار، لان لو فيرب اوبلي تتصرف هنا مع افوار. غنصرفو لوكسيليير في لامبارفي، وغنزيدو عليه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل تيكون بنفس الطريقه، سواء كان مع افوار ولا اتر، غير المعنى اللي تتغير. هنا طبعا غيمي هو ناسية. شنو ننسى؟ نسى لو طخو، نسي الثقب. دون لو ميغ، في الحائط. إذا طبعا غيمي ماشي هو اللي تنسى. إذا هنا ما غنصرفوش لو فيرب اوبليي مع اتر. غيمي نسي شيئا آخر، كأنه فعل أمرا ما لهذا الشيء. هي تتقال في الكلام هكذا. غيمي افي اوبليي لو طخو. كما لو نقول بأن غيمي مثلا أنه ضرب كذا. إذن هي تقال بنفس الطريقة. إذن طبعا الفعل غيتصرف مع أفواغ كما تنشوفو. مادام عندنا هنا هاد لاكسيون وقعت قبل من واحد لاكسيون أخرى في الماضي، بجوجهم في الماضي، إذن الأولى غنديروها في لو بلوس كو بارفي كما تنشوفو. إذن كما قلنا لو بلوس كو بارفي تتكون من لو بارتيسيباسي الخاص من الفعل، قبل منه لوكسيليير في لامبارفي. Mais Rémi avait oublié le trou dans le mur. Voilà qui n'a Rémi. Nassia, le trou, Nassia Tukub. Dans le mur, fil ha'it, fil jidar. Nassia Tukub, l'équil fil jidar. Ou à sid l'bib. Voilà qui Nassia Tukub, maujoud fil jidar. Dès que, bimoujar rad anna. غيمي في بارتي، أن غيمي خرج، لو بوتي آن بوسا.
إذا الحمار الصغير دافع. بوسا سيفور دافع بشكل قوي. بوسا لو فيغ بوسي يعني فعل دافع. أحيانا نتكلم عن بوسي أن كري يعني أنك تدفع صرخة، المقصود أنك تطلق صرخة، أن الدفع حقيقي هنا ماشي مجازي. إذن بوسا سيفور أنه دافع بقوة كبيرة كيلوترو بحيث أن الثقب ساغروندي يكبر. دافع بقوة في الجدار بحيث أن الثقب يكبر، دفع المكان ديال الثقب بحيث أنه خلى بحيث أنه ترك الثقب يكبر. إذن ديكوريمي في بارتي بمجرد أن غيمي انطلق أو ذهب. لو بوتي أن بوسا لو بوتي أن بوسا إذا الحمار الصغير دافع. بوسا سيفور بوسا سيفور أنه دفع بشكل قوي. كيلوترو ساغوندي بحيث أن الثقب ساغوندي. طبعا عندنا هنا لو فيرب ساغوندير كابورا بحيث أن الثقب يكبر، كأن الثقب يجعل نفسه كبيرا. هذاك الشيء اللي زدنا هاد سو قبل اغونديغ اي اوب ثم اوب ثم في لحظه. فوالا مون بيشون سور لو شومان. فوالا مون بيشون سور لو شومان. ها هو حماري بيشون كما نقول، ها هو بيشون ديالنا سور لو شومان على الطريق. ها هو حمارنا بيشون على الطريق. طبعا نعود الى هاد الصيغه التي عندنا هنا غيمي في بارتي. اش من زمان هذا؟ طبعا هذا لو باسي اونتيريور. من اش يتكون؟ تتكون من لوكسيليير اتر او افوار. بحال هنا عندنا اتر، فاش مصرف؟ واش مصرف في لامبارفي بحال اللي عندنا هنا غيمي افي اوبليي. لو كان عندنا اتر في لامبارفي سنقول غيمي اتي بارتي. اتي بارتي غنحصلوا على لو بلوس كو بارفي. ولكن هنا عندنا كما قلنا لو باسي اونتيريور. طبعا لو باسي اونتيريور تتكون من هاد لوكسيليير افوار او اتر بحال اللي عندنا هنا، مصرف في لو باسي سامبل. مصرف في لو باسي سامبل شنو تنزيدو عليه؟ تنزيدو عليه بنفس الطريقه بحال اللي هنا، غنزيدو عليه لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي خاص بفعل بارتيغ. إذن فنحصل كما قلنا على لو باسي اونتيريور. شنو تفيد هاد لو باسي اونتيريور؟ حتى هو بحالو بحال لو بلوس كو بارفي. هذا تيدل على واحد الحدث وقع قبل من حدث آخر. ولكن شنو الفرق؟ الفرق أن هاد لو باسي اونتيريور تيجي في الغالب، تيجي في الغالب قبل من لو باسي سامبل، قبل من لو باسي سامبل. إذن هنا لو بوتي ان بوسا الحمار الصغير دفع. بوسا سيفور دفع بقوة كبيرة. كيلوترو ساغوندي بحيث أن الثقب يكبر. إذن بقى تيدفع بواحد الشكل اللي خلى الثقب يكبر. ولكن قبل منا شنو وقع؟ غيمي في بارتي، أن غيمي انطلق ذهب. طبعا هنا بمجرد أن غيمي انطلق ذهب، إذا هذا هو الحدث الأول اللي وقع. إذا غنعملوه في لو باسي اونتيريور. من بعد منه مباشرة لو بوتي أن بوسا بوسا الحمار الصغير دافع. بوسا سيفور بوسا سيفور دفع بقوة كبيرة. كيلوترو ساغوندي بحيث أن الثقب يكبر. الحدث الأول، الحدث الثاني. إذا الحدث الثاني في لو باسي سامبل، الحدث الأول في لو باسي اونتيريور. إي أوب ثم أوب في لحظة كما نقول فوالا مون بيشون سيغ لو شومان كوم لو فويون سيغ ليماج كما نراه في الصورة.
Voilà mon bichon sur le chemin. إذن ها هو بيشون خرج إلى الطريق. إذن استكمل الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.